الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سادة ضيوف الشيخ أمين العام للمجاهدين السعيد عبادو، سيد الوالي، سادة الضباط، قائد الدرك الوطني وقائد الجيش الشعبي وقائد الأمن وكل الضيوف، أهلا وسهلا بكم في خيمة سيدي نايل، في هذه الزاوية التي بنيت على القرآن وكلمة الله تعالى. الحمد لله الذي يجمعنا هذا اليوم على هذا البند البار الذي استحق بثورة التحرير، وكان ضابط في جيش التحرير، نعتبر ضابط في جيش التحرير يساوي وسام جنرال في هذا اليوم. احنا فخورين كقبيلة أولاد الأعور بهذا البر البار. نحمد الله ونشكره، هذا من فضل الله، وكان له الحظ أن يكون اليوم بيننا في هذه الذكرى التاريخية. نحمد الله ونشكره الذي جعل لنا رجال أبطال طرد الاستعمار، وجعل لنا رجال بعدهم اللي تبني هذا الوطن. الحمد لله نشكره، وهذا الرجال اللي بنوا الوطن كانوا على رأسهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. الذي هو صنع مشروع لا يشبه له مثيل، وهو مشروع المصالحة الوطنية الذي عشنا فيها استقرار وأمن، والحمد لله. ونحمد الله ونشكره إن جعل لنا أبطال من الجيش الوطني اللي صبح الثور على هذا الوطن لا يدخل عليه الريح من أي جهة إن كانت، هذا من فضل الله. أشكر الجنود وأشكر ضباطهم الذي سهروا على هذه الحدود، ونحمد الله مرة ثانية إننا نشوف جيراننا وأخوانا في هذا الفتن وإحنا مستريحين والحمد لله. نشكر الله ألف ألف مرة. لابد أن نعيد لهذا الشاب البار الذي من خضى المشعل على من؟ خضاه على سيدي عبد الرحمن طاهري الذي هو كان من بل كان في المصارعة مع فرنسا. أول كلمة اللي نشرها في الشعب وهي يمنع الخدمة العسكرية لفرنسا، قال لهم أولاد الجزائر ما يموتوش عليكم، يموتوا على وطنهم.
فريدة باختصار. بتمنع المنفى بالمروه 5 6 سنوات ثم العودة ثم للمقاومة ثم عملت عليها فرنسا حصار قبضته ثم مشاو بيه للتركازي بالعاصمة ثم عدموه بال31. أخذ هذا الشاب المشعل على سيدي عبد الرحمن وابدا يقرا ويبث الروح الوطنيه حتى القيد 54 كان له الحظ ان يكون جندي في جيش التحرير. هذا المقام هذا المكان كان هو باب الصحراء والشيخ سعيد عباد يعرفها من الولاية السادسة من راسه. كان هذا هو المركز الزاوية الظاهرة وابن أهدر طالع كما قال الحكيم إن كنت في الصواب الحمد لله وإن ارتكبت خطأ استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.